يوم 18 يناير 1977 خرجت مظاهرات سلمية تستنكر زيادة الأسعار في بعض السلع الأساسية. وفي اليوم التالي 19 يناير اندس البعض ليحول مسارها إلى تخريب وتدمير وسرقات. في خطأ وقع من الحكومة أمر ممكن، وكل الحكومات اللي في الدنيا بتقع في أخطاء. خد معسكري. اسمك ايه يا ولا؟ مكتوب عندك. خد على البيت كويس. تضرب يا ابني. كفايه كده. دخلوه على العروسه. خش يا ولا. خش هنا اهو. اقعد جنبه. اقعد يا في الارض يا ولا. بس يا ولا. اقعد بس يا ولا. ها كيفت؟ يا انت كل القضايا والسجن ده ولسه ما تربيتش؟ اسمك ايه؟ زينهم. زينهم ايه؟ زينهم قد الحق علي. سنك؟ 33. بلدكوا ايه؟ مصري. ما كلنا مصريين يا رحوم. أنا حتى في مصر يالا. قبلي. اكتب أسيوط. اشتغل إيه؟ على باب الله. ليس له مهنة معروفة. تعرف تقرأ وتكتب؟ معايا ابتدائية. أنت متجوز يالا؟ متجوز؟ أبوك بيشتغل إيه؟ مات. أمك ماتت. لك أخوات؟ ماتوا. بتهزر يالا؟ استغفر الله العظيم الجزم. حد يهزر في الموتى بيه؟ اكتب فهد الأهلية. الله ينور عليك. فهد الأهلية. ما هو باين ما بين كل حبسة والتانية يا دوب بتتهور. أعمل إيه يا بيه؟ ما أنا كل ما بخرج بتجيبوني. وشرف أمك ما أنت خارج المرة دي. وريحتوني. ايه ده يا خرب بيت؟ انت مولود رضا اجرام؟ مفيش جنايه ما عملتهاش؟ قتل سنه 62 وانت عندك 18 سنه؟ خناقه على حسابه كان في شهود. والقاضي قال ضرب افضل للموت ما قالش قتل. وسرقه بالاكراه سنه 65. دي سرقه بيعملها الصاحب لبسه هنا عشان سوابق. وشروع في قتل سنه 68. سنه كم؟ سنه 68. دي تلفيق يا بيه، بس خرجت بعد كده حسن السر سلوك. يا رن تخش السجن 3 سنين تقعد فيه 7 سنين وتقول لي حسن سر وسلوك؟ يا صايع ده انت عندك 12 سابقه عدهم لك؟ 14 يا بيه. زمين.
انت بتستغرب ليه باشا؟ ومش في حد لازم يتسجن؟ لانهم مجرمين زيك. لا يا باشا، دي ارزاق. لازم حد يتسجن عشان حد يسجنه، وحد يضربه، وحد يحقق معاه، وكلها كلها وكلها تمشي. اخلص! طول ما انا بكذب بتسمعوني، ولما اقول الحقيقه بتزعلوا. حاضر يا ابي خريست. كنت بتعمل ايه في المظاهرات؟ كنت بعمل انقلاب يا بي. طلعت دماغي اعمل انقلاب، كنت عايز اقلب الحكم يا بي. مظاهرات يا بي اللي عامش فيها، انا ماليش دعوه بالحاجات دي. الله يضحكك يا بي. انا كنت بروح لقيت تسعمائة تهتف تحدد بالطوب، بقول لهم في ايه؟ خلوني في الرجلين، فدخلت انت بقى، فاخدت العاطف في الباطل. ولا ما تساش الهبل على الشيطان. ولا احنا جايبينك من جوه الكازن وانت ايدك على الخزنه. على التلاجه يا سعاده البيه، ايدي على التلاجه. بس كنت عطشان ونفسي اشرب كوبايه ميه ساقعه، فبفتح التلاجه الاكرة عصلجت في ايديا، افتحها عصلجت، ببص فاكتشفت انها خزنه. شوف بقى روح امك، يا اما تعترف انك سرقتها يا اما هعتقلك. تعتقلني؟ ما انت حرام يا سياسي. يا بيه انا ماليش في السياسه. يبقى تعترف. بالعافيه. بالذوق. المعتقل احسن من جريمه ما عملتهاش. تعرف يا صايع، انا لو في ايد السلطان كنت حطيتك انت واللي زيك في مركب وفي عرض البحر وفجرتها بيكم عشان البلد تنضف. اكتب تؤخذ بصمات المتهم ويستمر اعتقاله. خدوا عسكري. يلا. يا سلام، لو كنا عدينا بخزنه زي دي الله يعزنهم، خزنه زي دي يطلع فيها ايدي ربع مليون. من زمان قاعد دلوقتي في زنزانه كلها حريم. اسقيني بقى من عاطفك وحنانك. امسك، ما تتمهدش كده، لا تحرق الزنزانه باللي فيها. اللي عدينا من كذا حبسه قبل كده يعدينا من دي كمان. ما كنا عارفين هنخرج امتى. لكن ده اعتقال. انا عارف. ممكن نقضي بيت عمرنا هنا. لا ما افتكرش. اكيد هيطلعونا. امتى؟ امتى بقى؟ احنا لازم نطلع اليومين دول. انت ما شفتش الدنيا اتغيرت قد ايه؟ الدنيا بره مش هنا يا ابو خليل. تسمع احلى خبر في الدنيا؟ يبقى افرج. تعال. سمع. ايه رايك في اللي خرجنا من هنا وفيها شغلانه كمان؟ فريد عبد الحميد فاكره؟ ازاي ده ما سجننا ماله؟ اهو شرف طالب يحكموه علي. طبعا ده يعرف بلاوي كتير، عشان كده في ناس عايزه تخلص منه. في راجل بقى قليلة في السياسة ولا في أي حاجة، بس عليه قضية كبيرة. عشان يخلص من القضية دي لازم يخلص من ده. عرفت ليه؟ أنا شمشمت ووصلت للراجل ده. باب زنزانتنا وزنزانته هيبقوا مفتوحين بالليل. الساعة 12 النبطش هيبقى في دورة المية. هننفذ إحنا المطلوب. العملية مرسومة وما تخرش المية.
عندك الفريق بإيه؟ شفت القالب ده؟ شايف البقف اللي معاه ده؟ ايه بقى اللي عنده وانا ما عنديش؟ لا بصراحة كاسم ورسم ومعلت حل من على حبل المشنقة كمان. معهم جم. مساء الخير يا سعيد بيه. يا سيدي ايه بقى اللي مش عاجبكم في السواقه؟ بصراحه بقى ده مش تمن اللي احنا عملناه لكم في السجن. امال عايزين تشتغلوا ايه؟ يعني حاجه تليق بمقامنا، مش تلبسني كرافطه وقميص وتركبني تاكسي سياحه اخر النهار تديني بريزه مؤاخذة يعني. ماشي ليك عندي شغلانه تليق بمقامك يا محترم. شوية فيديوهات هتخرجوها من بورسعيد وليك 500 ايه. يا سعب عملية زي دي ما قلش تمنها عن 1500 جنيه وانت عارف. ولا انت شايفنا بريالة؟ امال انت فاكر نفسك ايه؟ انت حتة جربوع ما شغلكش عندي سايز بتلاتة شيلين. انا اسوى تلاتة شيلين بس انت ما تسواش. ماشي خلاص يا بورم، ما دام عاوز تاكل بغاشه في عمليه حلوه ومحندقه وفيها 5 بواكي. تفهم في المخدرات يا حبيبي؟ دي لعبتنا بيها. شنطه صغيره هتجيبها من واحد بلدياتك. يعني سلم واستلم. اسم الله عليك، تعرفوا تشيلوا سلاح؟ هاون ولا ار بي جي؟ خد بالك يا حري انت وهو، لو الفلوس جرالها حاجة الراجل بتاعنا ما بيرحمش. اطلع. لا يا زينهم اللي انت عملته ده، ما تبقاش تزودها كده، ما انت هتضيعنا. ما تخافش سيبنا انا للعالم دي. تعال عشر دقايق لو ما جيناش اعمل اللي قلت لك عليه. روحنا في ايدك يا ابو خليل. اعتمد. تمام. خلي بالك من الفلوس. طيب. فريدي موجود. مين عاوني؟ احنا جايين عشان الجير. اتفضل اقعد. معلش اصل احنا مستعجلين شويه. جبت له فلوس؟ معانا بس نشوف البضاعة الاول. نشوف الفلوس تشوفوها. مخوننا ولا ايه؟ الزمن ده يا خال ما عادش له امان، والمثل بيقول حرس ولا تخون. قلت لك الفلوس موجوده ومن حق اللي هيدفع يشوف البضاعه اللي هيشتريها. ما تبقاش حامك ده، استريح شويه قبل ما ابعت اجيب البضاعه. هي البضاعه مش هنا؟ عقبال ما تشربوا الشاي تكون البضاعه وصلت. عليك فاضح فزع مكانك لغرب لك. لايق عليك الجنز يا جنز. استني شويه طالع لك. ايه
بيمشي وراك بيجيلك من هنا دلوقتي لما تشوفه بيتشوي هتنطق. شيلوه ارموه في المايه. فلوس فين ولا تحصل زميلك؟ يبقى راسك الحلوة دي هتطفي شوية الجردون. لا مفيش حاجة، مفيش حاجة بسيطة. الحق انت اللي جري ده. مفيش، طلعوا شوية نسوان. الفلوس معاك؟ معايا، والبضاعة كمان. طب هاتها لي وتعال. البضاعة هيستلمها اللي أنت على ذمته. يا صباح الفل، أهلا بالرجالة. يا أهلا وسهلا. صباح الفل يا سليم بيه، أعرفك بالرجالة. إبراهيم، أهلا يا إبراهيم. مالك؟ لا تعويرة كده لزوم الشغل. لا سلامتك. الله يسلمك. وده زينهم. أهلا يا زينهم. أهلا أسلم بيه. أهلا. سعيد يقول عليكم كلام كبير قوي، الحقيقة أنا فرحت. ما تتفضل. اتفضل. أسلم بيه، دي فلوس. ها؟ ودي البضاعة. كلفوني حياة واحد صاحبي عز عليا. هدية مني ليك. فلوس يا زينهم، الفلوس بتروح وتيجي، انما الرجالة ما تتعوضش. خسارة، المهنة باظت يا رجالة والكار بقى بيلم. الله يرحمه. مات شهيد الصداقة. يلا. كلنا له. ما تفضل؟ اقعد. اتفضل يا زينهم اقعد يا ابراهيم. اتفضل. ها؟ تسوي ايه؟ أنا عندي كف الصنف ما ليبرتش المخ والمخيل كمان. على فكرة يا زينب، أنا مش هنسالك الجميل اللي عملتهولي في السجن أبدا. جميل يا سليم بيه، دي شكل دبوس. حلوة، قول شكل دبوس يا سعيد. تعرف سيادتك لو رصاص بيه هوا رصاص بيه زينب ده عشان زينب سمك مشوي. اه لازم كويس. لا براو حياتي، تعال معرفك على اجدع رجالة عثرت عليهم. تعال حياتي، وردة حياتي اللي الشمة منها تطور العمر. اقدم لك زينهم وابراهيم. تشرفنا. اهلا اهلا. ما تيلا يا سليم، احسن انا كده هتاخر. جايين معاكي كلنا، السهرة عندك الليلة. وماله، هبقى افرش لكم الارض برسيم. كده حياة بتسيب؟ طب ولا رمصه الليله. الله
وزخ. تشيل الصنف اللي هو الزهرة. الله، ما تخليك محضر خير يا سعيد. خلاص نشيل زي النوبة اللي فاتت. لا لا لا، ما ينفعش. شوف الدولار النهارده بكام. انا كل اللي اقدر اعمله اشيلك على قسطين. الو قول تمانين. الو، اه موجود بس مشغول شويه. قول كلمني اما يفتح. ايه كاش يا سليم؟ عايز تتصل بيه معايا شويه. انت كده؟ طب هقول له. تعمل الشويتين دول خليك معايا. هناك بقى عبد العال المعلم ده شام معايا الخط، بيقول انه مستعد يشيل الصنف اللي عندك كله على 100 كاش. اقول له ايه؟ لان الراجل مستعجل. والله ما انا عارف اقول ايه. طبعا انت ما ترضليش بالخساره عبد العال، وده انت سامع. خلاص يا سليم بيه، كلامك ماشي على رقبتي. 100,000. ايه اوزعه؟ اوزعه. مبروك عليك يا عبد العال. معلش يا معلم اتباعت. الله يبارك فيك. انا خيرها بغيرها يا معلم. مع السلامة يا معلم. سلام. مع السلامة. غريبة، أول مرة الدقشان يبقى عايز يدفع كاش. السوق شاحح قوي يا سليم بيه. على رأيك يا سعيد. على فكرة يا سليم بيه، أيوة، اللي كان بيكلم في التليفون حياة مش المعلم دقشان. عايزك تكلمه ضروري. يا ابني ليه؟ لا براوة براوة يا زلمة. الرمش ده
ده بقى عند ولاد الزوات يعني تخش شمال على طول. لا كحل الكحل سليم بيها عايزك. لغيها 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 وعشيها كمان. تعال يا سلم اقدم لك عبد الرحيم بيه. ادو المجلس عند ريتنا. راجل ايديه بيضاء علينا في مشاريع الفراخ والمشاريع الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا يا زين. اهلا. اهلا بنورتنا. اهلا بست الكل. يا اهلا بنورتنا. اهلا يا حلمة بيه. لا لا لا. سعيد كان عايز. مش معقوله كده. ده كتير قوي. انا ما اقدرش على الحلاوه دي. لا يا راجل. ولا يا سليم بيه؟ والله يا احسن. خليك مش قادر. قربيك. حلو. ميرسي. اهو ده بقى يا سيدي زينهم اللي قلت لك عليه. اهلا يا زينهم. سليم بيتكلم عنك كلام كبير قوي. كلام الكبير ما يطلعش الا من كبير. ده يا سيدي البلغوطي بيه بلع السوق كله في كرشه مش سايب حاجه للغلابه اللي زي هنا. ايه طول عمرك تاكل وتنكر. بنت زواج طلعت من الحوش بارده كلهم كده. اسمك الحقيقي ده ولا الدلع؟ ليه؟ انت منين؟ اسمع يالا انا مش فايقه لك سيبني في حالي. ها الحق عليا انا ما جيتش وراك الا لما حسيت ان السلك ضربك وعايزاني. ليه؟ قولي لا. بصراحة بقى أنا عايز أنا وأنتي نبقى أصحاب. كمان؟ والله يا عيال على آخر الزمن أصاحب واحد زيك جاي من ورا الجاموسة. أنت أظهر عشك بشك ما تعرفيش أنا مين. أنا زينهم جاد الحق. أرجل من كل الصيعة اللي أنت تعرفيهم وفوقهم سليم بتاعي ده. انت عارف انت مشكلتك ايه؟ انت عامله زي الفرس الحرمانه بتدور على خيال ينجمك واللي شايفه في عينيك ان سليم يا دوب يعلفك. اسمع يا روح امك يلجمني ما يلجمنيش ده مش شغلك. وان ما مشيتش من قدامي الساعه دي ههفك قلم على خلقتك ان ما لزقش يعلم. دلوقتي بقى نبقى اصحاب. عشان ابليس في الجنة. فبرخي الحبل بس ما تشوفي. عارف يا لا ده انا لو عامية وعرجة وكيعاني خارجة وانت بقى اللي معاك مية المحياة مش هيحصل.
عارف ايه قيمة الحياة دي يا ابو خليل؟ لو تقدر تخرق السما دي وتطلع فوقها. مش عارف بس ايه اللي عاجبك في الحتة دي. احنا مش هنروح بقى. بنت حياتي دي لازم تبقى بتاعتي. بقول لك ايه، انت هتستعبط بقى ولا عاوز سليم يقتلنا؟ سليم ده ايه؟ ده خرنج صبيان اللي مشغلينه. عايز تملك واحدة زي حياتي لازم معاك فلوس. فلوس كتير قوي. معاك فلوس هتديك قوة. القوة والفلوس أي واحدة في الدنيا تركع تحت رجليك. مش أي واحدة بس. الدنيا كلها. طب ما تقلبش عينيك لفوق قوي كده لا تحول. احنا لسه يا دوب شامين هوا نضيف وما صدقنا القرش جري في ايدينا. بس ما ده قرش. ده لعب عيال. انا عارف ايه اللي جاي لي. ايه بقى ان شاء الله؟ البيضه الكبيره الذهب والفرخه اللي هقبضها. الساعة 10 يا فندم. صباح الخير. صباح النور. انا مقدم عصر عبد العليم من بحث اداب. اهلا تحت امرك. في عندكم هنا ساونه وبخار؟ في يا فندم موجود. رجالي وحريم؟ رجالي وحريم. الرجاله فين والستات فين؟ رجاله من هنا والستات من هنا. في اخبار ان الرجاله يخش عند الستات ده صحيح؟ مستحيل طبعا يا فندم. الستات فين قلت لي؟ الستات من هنا. يا وائل. نعم شوف ترخيص المكان. حاضر. بس يا فندم ترخيص بس... حلو. ترخيص. ايه فيه؟ مباحث. قديش؟ لبس هدومك. انت؟ ايه اللي جابك هنا؟ سليم اتأخر على الماتش فبعتني اجيبك. دخلت هنا ازاي؟ انا ممكن اجيلك حتى لو كنت جوه ماما. انت عارف سليم ممكن يعمل فيك ايه؟ مش مهم سليم. هصوت ولم عليك الناس. اتفضح نفسك. عايز ايه؟ عايزك. وبعدين؟ ما تتأخريش. ازيك يا أم؟ نشكر ربنا. زينهم خميس. زينهم ازيك يا زينهم؟ وحشني قوي. الله يكبرك يا خميس. اتفضل. ما فين اختك صابرين؟ صابرين سافرت مع جوزها العراق. ما شاء الله ما شاء الله ربنا يسعدها. انت عامل ايه يا خميس؟ أنا في ثانوية عامة السنة دي. ثانوية عامة حتى واحدة؟ وعامل إيه في الثانوية العامة؟ والله مش قوي يا زينب، يا دوب بوفق بين المدرسة والشغل. بتشتغل إيه يا خميس؟ بعد الظهر بساعد أمي وأبيع كازوزة، أفتح لك واحدة؟ أنت عارف بقى، الثانوية العامة محتاجة دروس خصوصية كتير عشان خاطر أطلع بمجموع. اتفضل. خلاص يا خميس، من النهارده كل حاجه اتغيرت وهتاخد دروس الخصوصيه اللي انت عايزها. وانت يا امه ما عندك الشغل بقى من النهارده ولا بيع عزوزه. وانت ايه اللي فكرك بينا؟ انا جيت يا امه بعد ما بقالي ايه ومركز ومعايا فلوس كتير قوي اهي، اقدر اساعدكم بيها واقف جنبك واشرفك واسد جزء من جمالكم عليا. امسكها يا امه.
قتلت مين المرة دي؟ لا أما أنت غلطانة في حق المرة دي بقى. أنا أما بقيت عضو في حزب كبير. طول عمرك الكذب في دمك. أنت فاكر عشان جايني ببدلة جديدة ومعاك شوية فلوس هتضحك عليا؟ كنت فين لما كنت محتاجة لك وأنا لوحدي والدنيا بتشيل وتحط فيا؟ كنت فين لما الراجل مات غريب في بلاد غريبة ومعرفتش أدفن وسط أهله؟ حتى الكفن ما كانش معايا حقه. جاي دلوقتي بعد السنين دي كلها، بعد ما عركت وشقيت وطفحت الكوتة وبنيت البيت ده بالحلال، جاي تهديهولي بفلوسك النسة؟ اخرج بره، اخرج. ياما انتوا أهل أنا انت مالكش أهل، انت لا بتشطاني، انت مش ابن بطني، انت طالع لمين؟ ده أبوك من يوم ما هاجرنا ونزلنا مصر، اشتغل شيال في المحطة. حتى المجاري سلكها، عمر القرش الحرام ما مد يده عليه، لكن انت من يومك والشر في دمك. دلوقتي خد فلوسك واخرج من الدار دي، اوعى تخطيها تاني وهصر. طيب يلا. خميس! ايوه. بقول لك ايه؟ مالكش دعوه بخميس، اوعى تكلمه تاني، مالكش دعوه بيه. استنى. خد بلتك معاك. ليه يما؟ ليه بوظتيها كده؟ ده برضو ضمناكي. أنا ماليش ولاد غيرك. ولدي مات من زمان. رنو! رنو! ما تزعلش منهم يا أخويا، أنت عارف أكتر مني. ما تنساش إن هي دماغها ناشفة وعصبية، وهي اللي شالت الحمل كله لوحدها. جواز أختي وتعليمي، وكمان أعرف الزباين. انا كان نفسي اشوفك من زمان يا زينب، انت كنت وحشني قوي. مرحوم ابويا وصاني وقال لي اخوك يا خميس. ابوك مات يا خميس، انسى. خلينا دلوقتي. خد. ايه ده؟ خد الفلوس دي معاك عشان دروس الخصوصيه بتاعتك، واي حاجه هتعوزها هديها لك. عاوزك تلبس كده وتتفسح وتتمنجل وتخلي بالك من امك وتقعد جوه عينيك، واذا سالتك على الفلوس اوعى تقول لها ان انا اديتك حاجه. ماشي ماشي. بس انت بتشتغل في ايه دلوقتي يا زينب؟ أنا بشتغل أعمال حرة. أعمال حرة؟ طب ما تشوف لي شغلانة معاك. أنا تعليم بلا وجع دماغ. بقول لك إيه؟ أنا هديك كل اللي أنت عايزه بس تكمل علامك، فاهم؟ فاهم يا زينب. لا أقول لك يا خميس، أنت تعرف الإنجليزي؟ يس ونو والحاجات دي؟ يعني تعرف تعلمني كلمتين أسلك بيهم في البيزنس بتاعي؟ أوي أوي، أنا تحت أمرك إني تايم. إيه؟ إني تايم؟ يعني أي وقت. طب خلاص، هبقى أغطس يومين كده وأجي لك. ماشي. خلي بالك من امك. التسليم هيكون في نفس المكان مش كده؟ ايوه وكل حاجه مترتبه. اوكي. هو سليم ما جاش معاكوا ليه؟ والله سليم مشغول شويه. يعني كنت عايز ضروري. في ايه؟ في صنف جديد كنت عايز اتكلم معاه فيه. خير. هيروين. بودره تاني؟ ما انت كلمت سليم بيه المره اللي فاتت ورفض. ايوه بس الوضع لا تتغير. عملية الانفتاح والعلاقات الجديدة اللي بيننا دلوقتي سهلت السكة لحاجات كتير قوي. ده غير ان كيس هيروين واحد مكسبه قد طن حشيش وتهريبه سهل وبسيط. مستر الياهو من خرج من كارو تقل مقداره، والمثل بيقول اربط الحمار مطرح ما يقول صاحبه. بس خلاص اكمل كلامه يا اخي. عيبكم يا سعيد انكم مش عايزين تتقدموا. انتوا لازم تبصوا لقدام. والكيس يساوي كام يا خواجه؟ ما بين 15 و20 الف دولار. الكيس بعد الخلط يبقى 10 كيس.
يعني الكيس يعمل 200,000؟ نهار اسود. طب ممكن نشوف عينه؟ قلت لك اسكت خالص، انت مالكش دعوه بالحكايه دي، احنا ما نعرفش نتصرف من غير وجود سليم بيه. ما نعرفش نتصرف يعني ايه؟ قلت لك اخلص خالص. انت تعمل عليا معلم؟ انا معلم غصب عنك وعن اللي جابوك. بصراحه مستر الياهو، لا انا ولا البني ادم ده نقدر نتصرف من غير وجود سليم بيه. اوكي. لازم تفهم ان دورك هنا تفتح عينيك ودانك كويس وبس، فاهم؟ انت فاهم ان سليم ده اهبل هيقول لك برافو خد الفلوس واعمل اللي انت عايزه؟ لا يا محمد اخلص بقى يا اخي، جبت لي صداع. انت بحدودك لازم تعرف ان انا المسؤول هنا، انت نضج وبس، حته صايع جربوع خريج سجون، انا اللي خرجتك من السجن وممكن ادخلك فيه تاني. لا تكون فاهم ايه؟ سعيد الميه حلوه قوي يا سعيد. نعم يا اخويا. لك حمايه لان ريحتك وحشه عامله زي المجلود طافح. انت بحدودك لازم تعرف ان انا اللي لميتك وشغلتك معايا هنا. سوق ميه يا جربان. انت عارف انت مشكلتك ايه يا علاء؟ انك غبي وبقف كمان. انا فعلا غبي ان انا وافقت سليم يجيبك معايا هنا وشغلتك معايا، كان فاهم ان انت هتبقى حاجه وراجل من رجالته، لكن طلعت حمار وطول عمرك هتفضل حمار، وليه اهو كمان حمار، فاهم ان انت ممكن تعمل حاجه. بص يا زينو، انت ممكن توصل لفوق، مخك نظيف وقلبك جامد، واللي عاجبني فيك انك فاهمني قوي. بلدكم يا زينو ما انتشرش فيها الهيروين لحد دلوقتي، وسوق عندكم واسع وممكن تستوعب اي شيء جديد، بالذات ان الهيروين ادمانه سريع، يعني الطلب عليه كل مدى ما هيزيد، واللي هيسبق هيبقى البريم. واللي قلقني يا زينو ان سليم مشغل معاه ناس مش تمام. كان جاسوس البوليس وبيلعب على وشين، ودى ناس يهموني السجن، وده نصيبي الخايب. انا عمر ما عضيت الايدي اللي اتمدت لي، وعمر ما كنت خاين. الوسخ ده انا عمر ما حبيته، كل اللي اعرفه عنه انه كان خاين، السبب في موت واحد صاحبي عز عليه قوي. هو غار، انا قدامك اهو، عايز تعمل معايا شغل انا تحت امرك، مش عايز يعني. انت اكيد اتجننت، عايز اشتغل في حاجه ما اعرفهاش وبكميات كبيره كمان. طب ازاي 100 كيلو بخمسة مليون؟ يعني في السنه يعملوا لك 50 مليون، يعني قد الخمسة طن حشيش اللي انت بتشتريهم 25 مره. ده غير بقى انه قد الفيل وتصرف منديل ويتهرب مرتين في السنه بس، ويا دار ودخلك شر. 5 مليون اجيبهم منين؟ طب وحتى اذا جبتهم احطهم في حاجه مش مضمونه؟ إن كان على الفلوس أنا هتصرف، ممكن المهم لك النهارده. وشرف أمي ما هيفوز 6 أشهر إلا ما يكون كل شايل تذاكره بيشم. من الوزير للغفير. والله وبارك كلمة في السوق يا زينهم. بقى عايزنا نلعب في البودرة؟ ما نلعبش ليه يا ريس؟ يا سلام. طب تعرف إيه أنت عن البلعوطي؟ تعرف إيه عن أولاد الفيل؟ بلعوطي يا سلام. أنا مش شعرة من راسي، أنا في حالهم بجدمتي. شوف يا سليم، الوضع دلوقتي بقى فل سلام وحدود سالكه، واللي مش هيعدي دلوقتي عمره ما هيوصل، واحنا لازم نكون قد اللي بيحصل حوالينا، نكبر ونتوسع ونمسح البلد من اسكندريه لاسوان ومن السويس للسلوم. اكبر لوحدك يا حبيبي، وخلي الياهو بتاعك ينفعك، بس هقول لك كلمه خليها حلقه في ودنك. الياهو ده تعبان ملوش امان، اول ما هتديله ظهرك هيردعك. ولا فاكرني صدقت ان سعيد كان خاين؟ ولا يمكن انت والياهو بقى تعرفوا حاجات انا معرفهاش؟ قصدك ايه؟ قول انت، مش يمكن انت والياهو طبختوها سوا؟ يعني انا كداب يا سليم؟ غلطة عمري اني امنت لك وبعتك هناك. اسمع، انت تسيب العملية تمشي زي ما هي، واستاجد الياهو واتمطى في العملية، فاهم؟ امطل؟ ماشي يا كبير. ايوه يا كبير، وحضر الكبير، انت فاهم؟ زينو، فاكر لما جيت تشتغل معايا قلت لك ايه؟ قلت لك اللي عايز يعمر في شغلتنا يطلعها سلمه سلمه، لكن اللي عايز ياكلها ولعه يستحمل نارها ويكون قدها، فاكر؟
لا البضاعة لسه على وصول. ما قلت لك ما تخافش. السلام عليكم. لا انت بتشتغل مع عازينه ومجاد الحق. ماشي. وبعدين احنا ناويين نشتغل مع بعض على طول. بزنس از بزنس. ده كلام. معلش ما انت ما تعرفنيش اللي ما اعرفك تديها لك. انت كنت عايزك تقف جنبي وتكلم لي الناس بتوع اسكندريه. في حاجه ثانيه انا عارف انهم حبايبك. مليون تحطه في شنطه لوحدها. ماشي يا امير. ماشي. مع السلامه. يبقى كله تمام. ازيك يا خميس؟ الحمد لله. ازي امك كويسه؟ بخير يا زينب. وصلت لغايه فين يا ابراهيم؟ وصلنا ارنب وشويه مصري وارنب ونص امريكاني. عملت ايه يا زباله؟ 150 باكو امريكاني. سامي بيه بيقول لك عايز المبلغ بتاعه مره واحده بدل ما بنقطه كده. هو هيشتغل لي من اولها السامي ده؟ طز فيكوا فين؟ ابراهيم شوف. الو. اهلا. اهلا. ازيك يا سامي بيه؟ نور الدنيا كلها يا حبيبي. لسه كنت في سيرتك دلوقتي. كل خير طبعا. بقول لك يا وسيم احنا بنشتغل مع بعض شغل عالي قوي. مش عاوزك تزعل، احنا بنلم الفلوس من الشارع. ورحمه امي المره الجايه الفلوس هتكون عندك على داير مليم. لا طمن زينهم كلمته واحده وبكره اللي هتثبت لك. حبيب قلبي مع السلامه. ابراهيم. ايوه. المصري ده اللي بقى كان على يوم الاربعاء. قبل الاربعاء كمان. خد الخميس. خلي بالك من الموني على ما اخد بالي من الدرس. ايه اللي جاك؟ سليم مش هنا. انا مش جاي عشان سليم، انا جاي لك انت. خير. سليم على طول. تعالي جنبي يا حياتي. في كلام عايز اقوله لك. بعض ليه؟ يعني شيل ده من ده ارتاح ده عنده. نعم يا سيزان. بتحب العيال؟ نعم. ايوه بحبهم. ما بحبهمش ليه؟ انا كمان بحبهم. صبيان بنات ما تفرقش. نفسي بقى عندي عيال. اسمعي انا ابتديت حياتي من تحت قوي. جعت واتبهدلت واتسجنت. تعليم مفيش. كل ده مش مهم. المهم ان انا فهمت الدنيا كويس قوي. وبقى لي اتصالات على مستويات كبيرة. والدنيا ابتدت تضحك لي.
لو معايا بقى ست اللي تعشش مفيش قوة في الدنيا هتقدر تمنعني. ساعتها اقدر اطلع لفوق واخرق السماء. اللي عايز اقوله لي في حياتي ان انا محتاج لك انتي في الحلال، تبقى مراتي ومعيالي. وسليم. سليم خلاص خلص. فكري كويس يا حياتي. طبعا. طبعا عارف سعادتك. ازيك يا باشا؟ كويس. في بقين بينا. بقين اللي مؤاخذة انا ما قتلتش حد قريب ولا حاجة يعني. والراجل اللي داب في الجير. الراجل اللي ايه؟ اللي داب في الجير يالا. معرفش انت بتتكلم عن ايه يعني. هتتكلم والله اقطع عنك الخلف. طب ممكن نتكلم في الهوا شوية؟ ممكن. وبيقولوا انك بقيت اكبر واحد بتدخل هلوين، وفي الحالة دي اللي يحسب الحسابات في الهنا يبات. بقولك ايه، وفر على نفسك كلام وهات الاخر. عايز كام؟ 3 بواكي كل شهر. كتير. زيك زي غيرك. وبعدين الحكاية دي بتكلفني كتير، يعني كل بير قدامه 100 بلاعة. ثم يا اخي احنا ملناش نفس نركب خنزيره زيك ولا منلقش. الله الله الله. ماشي. طب اعرف منين بقى انك اخر واحد قبلهم؟ ماليش دعوه، انا بلعب في الحته بتاعتي. يا زينهم الايام اللي جايه ايام عز، واللي هيعرف ازاي يسلك هيطير في العلالي. وزي ما بيقولوا كمان، الايد اللي ما تقدرش تقطعها بوسها. قلت ايه؟ لا انت شربات ازاي؟ ايه الكحه دي؟ امال بتقول انك بتشرب يعني؟ وانا قدك كده كنت اشرب طعم قد ده لوحدي. كان جاي يديك الحصه يا اخي في المكتب، وبعدين انت اتاخرت، قلت اما اجيبه معايا هنا. هنا يا ابراهيم؟ زوم. اوعى تيجي هنا تاني. انت فاهم ولا لا؟ طيب. على البيت. امشي يا شربات امشي. اتكل على الله. ما حبيتهاش قوي كده. اسمع يا ابراهيم، انت مالكش دعوه بخميس خالص. الا خميس، انت فاهم ولا لا؟ حاضر حاضر. روق روق. الا خميس. خلاص فهمت يا زينب. هات حجر يا مجدي. اطلع يا ريس اطلع. انت غبي؟ خير يا باشا. ايه عايز يا حبيبي؟ ايه؟ عزي ايه؟ بيبسي. هات له بيبسي. انت اسمك ليه؟ اسمك ايه؟ محمد. اسمك محمد؟ اسمك محمد. مدرسة يا محمد؟ انت في مدرسة؟ مدرسة ايه؟ ايه؟ فروق؟ ما شاء الله. سنة ايه يا حمد؟ بطلعها عليك ايه؟ زايدة. عايز لما تكبر تبقى ايه؟ 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 ضابط. عاوز لما تكبر يبقى ضابط. ضابط. ازيك يا محمد؟ ده كلنا ضباط. يا سلام. انا نفسي اخي يبقى عندي حته عيل زي ده اربيه واعلمه كويس. مش يمكن يطلع وزير ولا رئيس وزراء. بس هو هيطلع وزير داخليه. تبقى مصيبه. بابا وماما فين يا حبيبي؟ ماما انا وبابا مسافر. بقول لك ايه يا حسابك محمد؟ اسمع، تعرف تعاكس البنوته دي؟ اه
الحرام. ورينا كده. يا ولد يا عيني عليك. اتنين مساطير سافروا الخارج، رجع واحد منهم بس لوحده، قابل واحد صاحبه. قال له امال فين يا جدع صاحبك اللي راح معاك امريكا؟ قال له راجل ده احنا رحنا امريكا من هنا واتجنن في عقله من هنا، طلع عماره كبيره قوي 500 دور وراح رامي نفسه من الدور ال 500 وقع في ثلاث ايام. قال له تلاقيه مات بقى؟ قال له اه طبعا مات ثلاث ايام بحالهم، لا اكل ولا شرب. واحد مسطول حب يطخ مشوار يستخبى له في الدور، مسطول خد في دماغه الست طلقات دماغه صدعات. كاسيت 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 كاسيت. فكرت في اللي قلته لك؟ اوعى يا زين مش وقت. امال امتى؟ وسع يا زين بلاش مشاكل. ما وسعتش هيحصل ايه؟ ابعد يا زين ابعد، خلي ليلتك تعدي. انا ما عادش هتعمل ايه؟ ياسر الشاطر انا عرصتي جامده وانت مش قدها. حصلنا الرعب يا سيدي. طب انا مامورك يا زين يتصل حد يطلع الزرابين على السميعه وهات يا سعيد. الفرخه بس هي اللي بتؤمر في ساعتها. انا جايبين شكلنا سيرنا خاليه. طب ماشي ماشي يا زين ماشي. انا عارف انا بعمل ايه كويس. خلاص 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 بالهداوه كده يا خميس. الله اكون خايف عليك، انت لما جيت هنا كان حلواني كده وخلاص. يومي ضربنا ابراهيم وهزقنا واصحابي. وانا اللي كنت فاكر ان جاني اخ حنين هيعوضنا عن كل اللي فات. خلاص خلاص قوم قوم نفض نفسك من التراب ده. قوم قوم بقى. طيب لو اتاخرت هروح انا، ما تمشيش انا راجع لك. أنا مش عايز غير مصلحتك يا خميس. ما تصورش أنا فرحت قد إيه لما جيت لقيتك في الثانوية العامة. عارف يا خميس؟ وأنا عندي 9 سنين كنت أطلع على محطة سكة حديد البلد في إيديا كتاب عشان أذاكر على نور المحطة. كنت أشوف البوابات والسياح راكبين القطر بتاع النوم طالعين على الأقصر وأسوان. كنت أقول لنفسي إمتى هتصلح كده وأنضف وأبقى زيهم وأركب قطر. ما ترتش بنفسي اللي وانا رامي الكتاب ومسطح على القطر ونازل على مصر. دفعت الثمن اللي محدش يعرفه غيري. عشان كده مش عايزك تطلع وتبقى زيي.
ولا خير يا زلمة بيت. أنا بقى بتاعتي حاول تخفيها وقول لي سباعه والحين يجوا حالا دلوقتي. عمرك سليم في الحوش يا زينهم بيه. انا دورت على ابراهيم في كل حته، قلبت عليه الدنيا وملوش اثر. انا عارف هو فين، ده لي كتكوت. كتكوت! عمك يا زينهم بيه. انت تعرف سليم؟ اعرفه. هو يعرفك؟ يعني شافك قبل كده؟ عمره ما شافك. اسبقونا على النص اللي قبل الحوش وهجيب ابراهيم واجي. نازلين تحت السرير. طلعوا على السرير يناموا، بقى هو شخر فوق وانا بوس تحت، وهو شخر وانا بوس. وبعدين ايه بقى؟ يلا. ايه في ايه؟ يلا. طيب. استنيني هنا. يلا ابراهيم. عمل فيه كده؟ واحد غلس حب يبوظ عليها السهره النهارده، بس هيروح مني فين؟ زين هم اتضرب عليه نار سليم بيه. من ابن الكلب اللي عمل العمله دي؟ هو انت تخفى عليك حاجه يا سليم؟ يبقى اكيد هو البلعوطي، دي طريقته وانا عارفها. انت شفت اللي ضرب عليك النار؟ وعملت لهم فيش وتشبيه. هما كام؟ اتنين. ريح نفسك انت يا زينهم وسيب الموضوع ده وانا هجيب لك قرار. روق انت بس ما تقفلش. ها ما تشغلش بالك يا سليم، كل حاره ولها غجر. طب ما تاخد شويه تفاصيل بقى عشان روق اعصابك. روق دمك انت حبيبي. ولا انت ابراهيم؟ شايل ده ليه؟
ده منجها. استنى حد استنى. لا سليم بيه موجود. ده عايز منه ايه؟ قول له العمليه باظت والعصفورطه. طب خلاص اخلع انت بسرعه. يلا يلا غرجك نيله. وارد دي كلب صايح ما اعرفش جه منين. قال عايز حقنه ماكس. ده اللي كان ناقص نضرب السرنجات على قد الذنب. الواطي طول عمره واطي يا سليم، ودي الكلب عمره ما يتعدل. ايه اللي بتقوله ده يا زين؟ أنا كسبت من وراك صحيح، لكن عمري ما خنتك. لآخر لحظة كنت مخلص ليك، لكن أنت نتن. ما تفهمنيش غلط يا زينو. ده أنا اللي جبتك وأمنت لك وخليتك تبتدي ولغاية دلوقتي بعمل لك. اختلفنا ما عملتش حاجة، لكن أنا لا يمكن أعمل كده. صدقني يا زينو. العصفور طار وجالك يا سليم. سنجري. أعمل حاجة يا سنجري. دي قنتك يا سليم وانا في حتتك. سامحني يا زينب. الشيطان شاطر ضحك عليا. عفى الله عما سلف يا زينب. سامحني. اديني فرصه وانا هديلك نص فلوسي. لا لا لا، انا هديك فلوسي كلها. خد فلوسي كلها. خد حياتك. انا عارف انك عايز حياتك. خدها. مش لا لا يا زينب. ما تموتنيش. انا غلطان وندم كمان. أنا بتكلم من أشهد ولا أشهد. ما تخافش. مش هموتك يا سليم. ربنا يخليك. طيب أنا عارفك شعر طول عمرك. مش هتسألك خلاص على الكلب كرفان. لا! معلش يا سنجري بقى، طيرت لك زبون. عموما دي نهاية كل خاين، بس برضه ما كانش يصح تقتله قدامي. قدامك وراك محصلين بعض. ما تشطحش يا زين. أنا ولا أنت يا رمة؟ ما تنساش إن أنا ظابط. مين قال إنك أنت ظابط؟ دياب هشجع الاهلي ولا الزمالك يا دياب؟ هشجعك انت يا زينهم بيه. فوت عليا في المكتب بكره. مبروك يا عم الشغلانه الجديده. التليفون دلوقتي قال الداخليه مقلوبه علشان الحاجات اللي حصلت اليومين اللي فاتوا دول، والراجل اللي راح قبضوا على ناس كتير قوي. حققوا مع دياب بس هو في السليم. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. هنسافر ان شاء الله.
والله ما كده سلم على خير. سلم لك يا جماعه. كل سنه وانت طيب يا زين. اهلا حبيبي. كل سنه وانت طيبه يا ست الكل. ميرسي يا عبد الرحمن. والله والله الفن خسر كتير من ساعه ما سبتيه. كل سنه وانت طيب يا عبد الرحمن. بعد الحين بايه؟ ناخد كاسين سوا. كلها كم شهر وزنهم الصغار يشرف. طيب. طب امسك ديرة مسالم على مراتك. مبروك يا ست الكل. عقبال عندك. كل سنه وانت طيب يا زلمه. طيب ولو. كل سنه وانت طيب يا زلمه. وانت طيب. للتعب ده بس يا ملوطي. عقبال من هادي زينهم الصغير باذن الله. لما المدام تفوق لنا شويه. على اذنك. اتفضلي يا حبيبي. استاذن انا زينب. لا هنيجي طبعا. استناني في المكتب. يلا. حاضر. عند اذنكم. اتفضل. اهلا. الو. ايوه موجود. مين عايزه؟ ليه؟ طب خليك معايا. تليفون من بره. الو. اهلا يا خواجه. وانت طيب. والله فيك الخير يا خواجه. طبعا ان شاء الله. يعني زي كل مره لا تزيد ولا تخس. طيب ويوصل. سلام يا خواجه. سلام. انت ايه حكايتك بقى؟ حكايتي ايه؟ ايه اللي موقفك مع العالم دي؟ عالم مين؟ مش انت اللي عازمهم؟ ضيوفك وبجمالهم. انا ما لقيتش غير العالم دي اللي تقف معاه. امال يعني عايز نقف مع مين؟ مع مناح ولا عدوي ولا ابو زيد ولا مع مين؟ ولا ما تصعش عليا. بطل هبل خد عروتك وروح. زينهم البلعوطي عايزك. اطلع مالكش بره. اتفضل يا بلعوطي. يا خميس يا خميس برضه الواقفه مع العالم الكارته دي ملهاش اي لازمه. ما تروح يا اخي تشوف لك بنت حلوه وتروق نفسك. معاك حق. سلام. سلام. عبد الرحيم. نعم. يا عبد الرحيم انت قاعد تسهر مع السواقين فين بقيت الرجاله؟ حفله بقى وزمانهم بينوبوا. بينوبوا ايه يا عبد الرحيم؟ روح شوف الاثنين في ناس اكابر جوه هتخرج دلوقتي. اهو. مش عارف الم حقق اذينهم مصاريني كلها بره والصغيرين تعبني وبينقطوني. هم بصراحة معذورين، ما أنا مضطر أزود عليهم السعر. وحياة ولادي بضاعة تجديدة بكسب فيها. بصراحة أذينهم أسعارك بقت غالية قوي وكل يوم بتزيد عن يوم بعد التاني. هاوت شوية أذينهم عشان المسألة تمشي. كيف المزاج يجيب له معلقة دهب يا حبيبي. ما أنت عارف اللي فيها أذينهم. البضاعة بتكلفني كتير يا بلعوطي. أنت فاكر إن أنا بدخلها بالسهل؟ أنا في كل مرة بشيلها على كف أنا ورجالة. إيه؟ ده ملوش تمن؟ ده غير ألف بق ورايا لازم اسد وانت فاهم كويس. خلاص انا هقولك على حاجه تريحك وتريحني. سلمني البضاعه بره مصر وانا ادخلها بمعرفتي. وانت الكبير برضه يا زينهم. واللي هتؤمر بيه هتاخده. انت تعرف تدخل بضاعه من بره بلعوطي؟ انا برضه ليا رجالتي وناسي. الله. طب لما انت ليك رجالتك وناسك وتعرف تدخل بضاعه من بره، طب ما تشتريها بالمره. يا زينهم انا عايز افهمك. يا زينهم انسى. يا خساره. كان نفسي انا وبقيه الرجاله نتعاون معاك لكن عقبال 100 سنه جواز.
عاجبك اللي حصل ده؟ هما دول اللي بيحموني؟ مالهم؟ بيستريحوا لهم شويه طول الحفله واقفين على رجليهم. دي 5 كوبايات شاي يشربوها. هتعد عليهم كمان كوبايات الشاي. انا ما عجبنيش الشغل ده. دول حرس دول؟ امال ايه كراسي؟ دول يتقشوا رشه واحده. يتقشوا ده ايه يا زينب؟ ده البوليس نفسه ما يقدرش يهوج هنا. اتلحلح يا بني ادم وانزل اعمل لك حاجه. ماشي هنزل اشوفهم. شوفهم ده ايه؟ انت تنزل تطارهم بالجزمه. مالك يا زينهم جرالك ايه؟ انت مش شايف انك مزودها شويه في موضوع الحراسه ده؟ 30 واحد بيحرسوا الفيلا غير اللي واقفين في الشارع. احنا بنصرف 10,000 جنيه في الشهر على الحراسه. ما يهمنيش ده اللي يخليني انام. انا اصرف 1,000,000 ولا نيش واحد صبعوطي واقف فوق راسي يفرتك لي برصاصه. لا 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 يا ابراهيم لا. انت اتغيرت بقى زي زمان ريحت. احنا وصلنا لحد اللي احنا فيه ده بعد ما تعبنا. لازم نحافظ عليه. عملت لي ايه في موضوع يوم الخميس؟ تشرب يا زينب. ولا حاجة تعالى يا خميس. عامل ايه في الجامعة يا خميس؟ مفيش جديد. اهو بنتعلم. تعلم ازاي وانت بقالك شهرين ما رحتش الكلية؟ انت عاوز تسقط السنة دي كمان؟ والله انا بعمل اللي عليا. وبعدين يعني هما دخلوا شهادات. عملوا بيها ايه؟ بدلت مدام المتعلمين. اتفضل. انت بتتاجر في الصنف ليه؟ ما بتاجرش. كذاب. دبة النملة في السوق بتوصلني. انا مش عارف بس ايه اللي ناقصك. موازني؟ موازني ابقى خميس جد الحق، مش خميس اخو زينهم. ما انت لما هتكمل علامك هتبقى خميس. علامي؟ إذا كان أنا بصرف 1,000 جنيه في اليوم، العلام هيجيبهم لي؟ هيعمل لك قيمة. هنفضل نضحك على نفسنا لحد إمتى؟ الكبير كبير بقرشه في الزمان ده، وزي ما أنت بقيت زينهم أنا هبقى خميس. نسيت الكلام اللي انا قلته لك والوعد اللي انت وعدتني بيه. احلامك دي بحققها في عيالك مش فيا. انا خلاص عرفت طريقي. انت اظهر ده انت ما انتش عارف مين اخوك زينهم. انت فاكر انك تقدر تبيع جرام واحد في البلد من غير اذني؟ انا معلمين كبار قوي طبقت عليهم كفري وفتحت وما بقالهمش اثر. شوف يا خميس انت دلوقتي هتلم هدومك وحسلم مفاتيح الشقة والعربية ومش هتفارق بيت أمك إلا بإذني. أنت فاهم هنا؟ يا رب بطلي شم بقى بطلي. شوفي شوف خليتك عاملة إزاي. عايزه تموتي انت حره بس ابني لا لا. معنيش ليه؟ فوقي بقى فوقي بقى فوقي.
مات. انا عارف اني تعبت كتير وعدت عليك ايام انا ما كنتش فيها جنبك، بس انا هتغير حياتي وهنعيش انا وانت مع ابننا زي بيت كل الناس. حياتي ما تقدريش تصوري قد ايه انا نفسي تخلفي لي عيل. صدقيني يا حياتي انا لسه بحبك. انت ما بتحبنيش، معرفش تحب غير نفسك. طيب معلش يا حياتي، وعمرك ما هتتغير. هتغير مش هتتغير، انت بقيت اعمى مش قادر تشوف. مش قادر اشوف ايه بس؟ حياتنا، بص على حياتنا. مالها حياتي؟ ما فيهاش حاجه كويسه. فين العيشه اللي انت قاعد تقول فيها مواويل والحب والاستقرار والامان؟ نقعد مع بعض ونسافر مع بعض. انت انا فعلا انتهينا يا زينب. لأول مرة بحس ان انا مش طايقة. غير هدومك حتى عشان نخرج. انت ما سمعتنيش. انت عايزة ايه؟ انت مش عارفاني كويس ولا ايه؟ انت فاكراني هسيبك تشم وتموتي ابني واسكت؟ استحملي يا حياتي، استحملي عشاني، عشاننا، عشان حياتنا تبقى كويسة، وأنا هقعد جنبك من النهاردة، أي حاجة هتطلبيها أجيبها لك، أي حاجة عايزاها هنفذها لك، أنا هقعد جنبك لغاية لما تولدي. هتقعد جنبي كتير. أنا نزلته يا زينو. عارف ليه؟ علشان اللي زينا مش لازم يبقى لهم عيال. لعلمك كان ولد. كان ولد. بقول لك ولد. زنهم للمقاولات. أكبر صرح اقتصادي في مصر. أضخم المشروعات السكنية والمراكز التجارية. مدينة زنهم السياحية في الكيلو 26. 10,000 وحدة سكنية. فيلات. وحدات فاخرة. مراكز تجارية على أرقى مستوى. بط الزفت اللي انت تسمعيه ده. زنهم للاستثمار وتوظيف الأموال. مع زنهم أنت في يد أمينة. مشاهدي الأعزاء، ما زلنا بنواصل حملتنا للقضاء على ظاهرة انتشار المخدرات في مصر. وفي إطار هذه الحملة بنلتقي بسيادة العميد عادل مدير إدارة مكافحة المخدرات. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. ما زلنا بنطرح السؤال الذي يهم كل سادة المشاهدين، متى يتم تماما القضاء على ظاهرة انتشار المخدرات في مصر، وخصوصا ان اخر تقرير بيقول ان حجم استثماراتها يتراوح ما بين 15 الى 20 مليار دولار سنويا. نشاط الادارة عمره ما يتوقف، بل بالعكس بيزيد. يعني احنا السنة دي ظبطنا حوالي 33 طن من المواد المخدرة والمواد التخليقية. بس الحقيقة احنا بنطلب قانون اعنف واشد من كده. يعني نتمنى اخر العام انه يصدر قانون باعدام التاجر والمهرب على الاقل. وفي كمان كشف باسماء عدد من تجار ومهربي المخدرات قدام المدعى العام الاشتراكي لسؤالهم عن مصدر ثرواتهم. في حاله دي بقى الناس دي ورانا ملهاش شغل غيرنا. ناديه مدعى اشتراكي، انا فكرت كتير. مش هروح بقى ولا ناوي تخلي الهنا؟ لا نخلي الهنا. ماله هنا بس؟ ده انت في نعمة الناس كلها حاسداك عليها. اشتقت مصر ولا اشتقت للكباريه؟ هو كان ارحم من الملل والقرف اللي انا فيه. ما انت حنيت الايام زمان، نفسك تهز وسطك تاني والزباين ينقطوكي. تلم يا زينهم وبلاش قلة ادب. احبك وانت محترم يا بدنجان يا ابيض. عارف انت بقيت ايه؟ ايه يا وشك بشك؟ بقيت محدث نعمة. مش
مهم انك حليوة، مش مهم انك انت شيك، المهم انك مؤدب، وده هو اللي عاجبني فيك. تعالي تعالي يا ناظر معاك، تعالي. انا ماشي. مش رايح فين؟ يا ريتني لما نزلت الطياره. امين. لقيتك انت واحد ولا واحده؟ فريده. عيب يا كلا انك بتحب النسوان اكتر من الفلوس. وانت فلوس هتجننك. على فكره مراتك عندها حق، بقيت حيوان فعلا. ما انت تافه زيها. ازق مقه. اذا كنت بتحبيني. يا بخيبه. يلا. فتح المحضر في الساعة الواحدة ظهرا بمقر جهاز المدعي الاشتراكي. نحن المستشار سيد كريم مساعد المدعي الاشتراكي وأسامة حسونة أمين السر، بناء على استدعائنا زنهم جاد الحق علي للحضور اليوم. حضر المذكور وسألناه بالآتي أجاب: زنهم جاد الحق علي، 39 سنة، راجل أعمال وساكن في المقطم. ما قولك فيما تضمنته الصحيفة سوابقك؟ دفعت الثمن غالي والله يا سعادة الباشا، بس الحمد لله ربنا هداني وبعدت عن الحرام، وربنا يكفينا كلنا شر الحرام. طيب ما قولك فيما تضمنته الشكوى من مجهول وتقرير وزارة الداخلية من أنه سبق لك للتجارة في المخدرات، حشيش وأفيون وآخرها هيروين؟ يا سعادة الباشا، تقرير الداخلية مبني على قضايا اتهم فيها آخرين، وتم الزج باسم موكلي كذبا وزورا بغرض تخفيف الحكم عن أنفسهم والنيل من سمعة ونزاهة هذا الرجل الشريف. سعادتي، لو عندكم حكم محكمة واحد في قضية مخدرات أو مستند طلعوه. زينهم بيه يقصد إن صحيفة سوابكم من آخر مرة اعتقل فيها ظلم في أحداث 18 و19 يناير لحد النهاردة نضيفة. عايز تقول يا سيد زينهم إن المشاريع دي كلها مزارع عجول وألبان وشركة مقاولات ومخازن خشب ومصانع جلود، ده غير الملايين اللي في البنوك، كلها اتعملت في 4 سنين من الهوى. دي أرزاق يا باشا، ربنا سبحانه وتعالى ما بيرزقش من الحرام يا سيد زينهم. أنت متهم بتضخم ثروتك من تجارة المخدرات وأنت بتقول لأ. طيب قول لنا بقى، جبت الثروة دي منين؟ ورثتها ولا هبطت عليك من السماء؟ أنا عايز المستندات اللي تثبت فيها صحة أقوالك. يا سعادة الباشا، زينهم بيه راجل مظبوط وشغله كله علني، وكل مليم كسبه له أصول، يعني جايلك من الطريق العدل اللي سعادتك بتحبه وعودتنا عليه. أنا عايز سعادتك تطمن خالص، المحاسبين موجودين وحوروا لك كل الأوراق اللازمة. أنت راجل حق وأنا أحب الحق، أنا شغلي كله سعادة البيع على مية بيضة. ده إيه؟ ده كشف مشروع إسكان الفاخر بتاع المعادي، ودي تكاليفه. تكاليف المشروع كام؟ مكتوب عند حضرتك يا فندم 1,250,000. الميزانية معتمدة يا باشا. طب لو سمحت يا أستاذ صلاح، ملف الضرايب. ضرايب يا صلاح؟ إيش يا أبو صلاح؟ كام عمارة لسه ما تدوش؟ 6 وبنشطب فيهم. وادي كشف كامل يا فندم العربية المدافعة في الشركات المساهمة، حوالي 8 مليون، وباقي 4 مليون. ممكن نشوف ضرايب المشروع ده؟ أبدا يا فندم. لسنة 82. ده في تهرب اهو. لا يا فندم، ده تقدير جزافي من مصلحة الضرايب، واحنا اتعمق فيه وكسبناهم وسددنا 1,736,000، وده الايصال بكام؟ يعني كله تمام. يعني الضرايب مدفوعة الحمد لله يا سعادة الباشا، على مية بيضة الحمد لله. فاكر يا زينهم أول ما اشتغلت معايا؟ ما كنتش أنت العميل الوحيد اللي عندي. أنا عندي عملة في البيت كتير. كان اللي بياخد كيلو دلوقتي بياخد 10. عايز تقول يا اخويا؟ عايز أقول أنت من ساعة ما اشتغلت معايا وأنت نفس الكمية. توزيع ضعيفة. السوق عندنا ما يستحملش اكتر من كده. ازاي؟ بالعكس، ده يستحمل قد كده مرتين وثلاثة. انت هتفهم بلد اكتر مني يا زينهم. انا مش عايز اشتغل مع غيرك. ما انت ما تقدرش تشتغل مع غيري، لان ما فيش جرام يقدر يخش البلد من غير اذني. ما تنساش يا زينهم، انا اللي عملتك، وزي ما عملتك اقدر اعمل غيرك. انا ما حدش عملنا مسؤولياته، انا اللي عملت نفسي. ما تنساش بقى انا اللي فتحت لك السكه،
وانا اللي ممكن اقفلها. انا هاخد منك نفس الكميه ولو السوق طلب اكتر هقول لك. اسكيوز مي. اخبار الشغل ايه؟ التجار مزرجنين شويه، مش عاجبهم سعرنا الجديد. شكلها كده البلعوطي مقومهم علينا وعاملينهم بطيئة. ماشي. غيره؟ في خبر كده مش هيعجبك. حياة نزلت الصالة. في بيت اتحط على اسم راجل. ده انا صيت مريكب ووسخته وقلت ابتدي معاكي، لكن مفيش فايده. الطبع غلاف. رقاصه! رقاصه! مال مال الرقاص؟ انا ورقاصه انت عرفتني وانا رقاصه واتجوزتني وانا رقاصه. اديتك فرصه اي ست في الدنيا تتمناها تبقي ام. ليه حرمتني يا ابا اب؟ حرمتني يا ابا اب. انت اللي حرمت نفسك. جريك ورا الفلوس هو السبب. كنت عايز نخلف لك ايه؟ عيل مشوه يشيل بلاوي ابوه اللي بيسمن بيها اولاد الناس. يمكن قدرت تحمي نفسك بشويه الغجر الكلاب اللي بره اللي قاعدين عمالين يحرسوك، بس ابدا ما قدرتش تحمي بيتك من ان السم يخشه. لو كنت انا مدمنه انت اللي وصلتني لكده. عملتني واعتبرتني جزمة في رجلك تلبسها وتقلعها زي ما انت عايز. حاجة من الحاجات اللي عملت تلمها وتكومها جنبك.
الو امين في ايه؟ ايه؟ هو فين دلوقتي؟ طيب طيب الكلام ده ما ينفعنيش، الواد لازم يخرج. يا زينهم اخوك معترف والاعتراف سيد الادله. مش مشكلتي يا طلعت. طلعت انت محامي كبير ولازم تتصرف. اخوك موقفه وحش. وحش ولا حلو انا ماليش دعوه، ندور في الكتب بتاعتك هتلاقي مخرج. اعمل حبتين بتوعك يا طلعت وهديك اللي انت عايزه. المساله مش مساله فلوس. طب انا عندي فكره يا متر. اسمع يا زينهم، احنا نخلي واد من الصبيان يشيل القضيه. انت غايب ولا مقصود؟ بقول لك الواد معترف. اهدى يا زينهم بيه عشان نعرف نفكر ونركز ازاي نخفف الحكم ونستغل ان دي السابقه الاولى. يعني يعني يبقوا 3 سنين بدل 5. انا وصيت على البلعوضي التوصيه اللي هي بضاعته مش هتخش حتى لو لابسه طاقيه لخفه. وديت كمان على اسماعيل يمامة، هو ده اللي هيخرج لنا خميس من السجن زي الشعره من العجل. انت مالكش دعوه بالحكايه دي خالص، انت السبب في اللي حصل لخميس. ما بتاكليش ليه؟ ماليش نفس. جعانة جعانة. امال طلبت الأكل ده ليه؟ نفسي اتسدت. ولا كنت عاوز أوصل أحلم بيه. شمامة بطيخة. هي دي مراتي وعيالي، سابت الرقص عشان تشم. تصحى تشم، تنام تشم. متراوى امها ما هي زي الفل اهي. بطنها دابت من الاوريين، هتتعجل مش عارفه تكبولي. انت ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ انت احسن مني في ايه؟ فلوسك ولا الهروين اللي انت بتتاجر فيه؟ ولا الناس اللي بتقتلها كل يوم؟ مش كفايه يا حميس؟ عيل ايه اللي انت عايزه؟ بالذمه انت تنفع اب يا داتر؟ عايز تطلعه ايه؟ تاجر مخدرات؟ ولا عايز تطلعه قتل قتله زيك؟ امشي يا تكميله. امشي يا زلمه. همشي يا زلمه بس همشي على طول. يلا انا هروح الصلاه. لكن البلعوطي ورجالته تحت ومستنيين حضرتك. الواد ابراهيم جه؟ لا لسه ما جاش. حياتي وانا مدام حياتي.
انزل لي اعمل لهم اي حاجه اشربوا على ما اغسل وشي غير ده. ماشي. شوف لك ورايك ايه. حاضر. على هيك امرك يا زينهم بيه. مالكش ابراهيم؟ طورنا عليه في كل حته ملوش قصر. عارف وفي نطلع في الجاكيت. آه سيدي. نعم. خير إن شاء الله يا زينهم. إيه اللي رمك علينا يا سيدي؟ أنا أذيتك قبل كده. عمري وقفت في سكتك. قلت لك تعالى زينهم نحط إيدينا في بعض ونشتغل. رفضت. وما سبتناش نشتغل. لا رحمت ولا سبت رحمة ربنا تنزل. بعدين انا هدخل بضاعه يا زينهم. مش هيحصل. يعني ايه مش هيحصل؟ البضاعه جايه بعد بكره ولازم تخش. ما تكترش وخلص. الناس دول حاطين شايل الامر كله في البضاعه ومحدش فيهم هيرضى ابدا باي لخبطه في العمليه. وبعدين يا زينهم انت ما يرضكش تعب الرجاله ده يروح حضر. رجاله؟ هما فين الرجاله دول؟ ما تولعهاش بينا يا زينهم. قلت لك مفيش بضاعة بتخش الا بإذني وفهمتك. إن أنا كبير برضه ما فهمتش. قلت لك العب على قدك برضه ما فهمتش. وأنا ما أكرهش من دنيتي يا أبو العوض يا أخويا قد الأغبياء. أنت غبي. يلا حلوين قوموا روحوا. البلوط يضحك عليكم وطير فلوسكم. استعوضوا ربنا في شقاكم. يلا. يلا. ماشي يا زينهم. بس ما تنساش إن أنت اللي ابتديت الأول. بينا رجاله. روح لامك يا بروتي خليها تشوف لك شغلة تانية. أنا اللي عملتكم يا كلاب وممكن أعمل غيركم. أنا اللي دخلت الهورين وممكن أمنعه. خلي إليها وبتاعك ينفعك. أنا الإمبراطور. ابراهيم اللي اخلص لك قتلته. انا كنت عايز اخلص منك. لا اجي قبل ما اموت. حرام عليك. انت ايه؟ انت حيوان. حيوان. انا مش عايز اعيش معاك ولا لحظه. مش عايز اعيش معاك خالص. اقتلني انا كمان. اقتلني حالا. مش عايز اعيش. ترجمة
زينهم بيه، زينهم بيه، زينهم بيه طالع، كل حاجة ماشية كويس، المدام فوق في اوضتها نايمة ومستريحة ومفيش مشاكل. زينهم بيه، تأمرنا بأي حاجة دلوقتي؟ Oh, yeah.